نحكي هسه عن الافكت اوف تمبرشر على موضوع اللي هو الفيلوسيتي او موضوع سرعه الرياكشن البايوكيميكال رياكشن. هسه اللي بدنا نعرفه انه بالتمبرشر بكون عندنا الكيرف اللي بتعمل لي اياه تاثير الحراره على موضوع الفيلوسيتي، هي الفيلوسيتي وهي الحراره بكون على شكل بيل شيب كيرف، يعني يمكن يجيك دائره مثلا انه الحراره بتعمل لي شكل الكيرف تاعها بتاثيرها على موضوع الفيلوسيتي، بنجاوب انه بيل شيب اللي هو زي الجرس. تمام، انت لاحظ انه شكله زي الجرس. طيب هسه في عندنا شيء اسمه اوبتيمم، في عندنا شيء اسمه اوبتيمم تمبرشر. تمام، في شيء اسمه اوبتيمم تمبرشر في جسم الانسان بكون 37 سلسيوس، عارفين هاي الشيء. وفي عندنا بالحيوان بالنباتات مثلا بكون 50 سلسيوس، في بعض البكتيريا اللي بتكون في فصول الربيع في الغابات الاستوائيه مثلا بتكون 100 سلسيوس. تمام اليوم مثلا بحكي لك هون عن انسان انه عندنا 37 سلسيوس تقريبا اللي هي الاوبتيمم تمبرشر. ايش يعني اوبتيمم تمبرشر؟ هي درجه الحراره المثاليه. تمام، درجه الحراره المثاليه عشان يصير في عندي ايش فيها، عشان يصير في عندي البيوكيميكال رياكشن فيها، وعشان يرتبط عندي السبستريت على الانزيم ويعمل لي البرودكتس. تمام، طيب شو الرابط بانه يزيد زياده درجه الحراره عندي بتزيد لي عندي مقدار الفيلوسيتي، بعديها لحد معين بعديها بتصير عندي تنزل. شو 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 الرابط في هاي المنطقه؟ شايفين انها قاعد بتطلع بتزيد في هاي المنطقه، قاعد بزيد عندي الموشن. الموشن تتذكروا كنا نحكي عن الموشن في محاضره البايو انرجيتكس اللي هي الثيرمودايناميكس. الموشن هي احد اشكال الطاقه، في عندنا كاينتيك وفي عندنا موشن. تمام، في عندنا اللي هي الكاينتيك اللي هي نفسها الموشن، وفي عندنا البوتنشال اللي هي نفسها البوزيشن. صح، الموشن اللي هي الكاينتيك انرجي احد اشكالها اللي هي الهيت. صح، الهيت الحرارة. كل ما زدت الهيت أنا كل ما زدت الموشن إنرجي، فكل ما زدت الموشن إنرجي زدت مقدار حركة السبستريت. زدت حركة السبستريت شو صار عندي؟ بصير عندي ارتباطهم على الإنزيم أسرع. تمام، لحد معين لحد ما يوصل هون، هون بصير أمور تمام، أكثر عدد إنزيمات برتبط على أكثر عدد سبستريت وبصير في عندي أكثر مقدار تفاعل. طيب بعد هيك شو بصير عندي؟ بلش عندي الموشن يزيد، الكاينتيك إنرجي بتزيد لأنه الهيت زاد. فشو بصير؟ بصير السبستريت كتير سريع، بطل يلحق يرتبط على الانزيم. تمام، فبطل يرتبط على الانزيم فبتخف عندي الفيلوسيتي. طيب لحد معين بلش هون، هون شو بصير عندي؟ هون بلش عندي يصير دي ناتشوريشن للبروتينات. طيب في حال صار عندي دي ناتشوريشن في هاي النقطه نفسها، شايفها في هاي النقطه، صار عندي ايرريفرسبل، صار تاثيره ايرريفرسبل. ليش؟ لانه اصلا اذا صار عندي دي ناتشوريشن للبروتين مستحيل انه يرجع لحالته الطبيعيه. تمام هاي يوم بحكي لك انه مثلا في عندنا بالبلانتس 50 سيليسيوس، في بعض البكتيريا سبرينجز اند ووتر بتعيش في المي او بتعيش في فصول الربيع بتكون درجه حرارتها درجه اوبتيمم تمبرشر بتاعتها 100، الانسان بيكون 37 سيليسيوس. تمام، هاي هون كمان بحكي لك، هاي بحكي لك this high energy causes. تمام، high energy اللي هي نفسها high temperature denaturation of the enzyme proteins. حكينا الانزيم بتكون من proteins فصار له denaturation فصار irreversibles انه ترجع البروتين لنفسه. فصار اذا irreversible يعني الانزيم عندي قاعد بقل، اذا الانزيم عندي قل ايش يعني الفيلوسيتي تاعتي قاعدة بتقل. تمام، هذا هو سبب انه بنقص قاعد هون. تمام، طبعا بنعرف انه denaturation قاعد بيأثر على secondary and tertiary and quaternary bonds. تمام طيب هسه بالنسبه لموضوع الافكت تاع البي اتش، حكينا الافكت تاع التمبريشر، حكينا فوق الافكت تاع الكونسنتريشن تاع الانزيم والكونسنتريشن تاع السبستريت والكونسنتريشن تاع الكو انزيم. تمام، لا الكونسنتريشن تاع الكو انزيم رح نحكي عنه تحت. طيب حكينا عن تاثير الحراره، وحكينا هون رح نحكي عن تاثير البي اتش. في عندنا زي ما حكينا انه في عندنا اوبتيمم تمبريشر، في عندنا شيء اسمه اوبتيمم بي اتش. تمام، الاوبتيمم بي اتش، الاوبتيمم بي اتش نفس الاوبتيمم بي اتش تاع الجسم، تاع اوبتيمم بي اتش تاع الجسم تقريبا نحكي من 6 الى 8. طبعا البي اتش تاع الجسم، تمام؟ نحكي انه من 6 ل 8 الاوبتيمم بي اتش تاع الانزيم عشان يشتغل بشكل ممتاز. طبعا في عندنا سم اكسبشن اللي هو زي البيبسين. البيبسين وين موجود؟ موجود في المعده، بنعرف انه المعده حامض جدا. ليش؟ لانه فيها اتش سي ال، الجاستريك تاعها بيحتوي على اتش سي ال، عشان هيك البي اتش تاعته من 1 ل 2. الالكالاين فوسفاتيز، تمام؟ هون ناسين الفوسفاتيز طبعا، الالكالاين فوسفاتيز تمام؟ من 9 الى 10. بينما الاسيد فوسفاتيز من 4 الى 5، هاي اسيد 4 الى 5، الكالاين فوسفاتيز من 9 الى 10. احكي لك كيف تحفظهم، الاسيد فوسفاتيز 4 الى 5 صح؟ بزيد هون 5 وبزيد هون 5، شو بصير؟ بصير 9 ل 10 اللي هي بيعطيني ايش؟ الالكالاين فوسفاتيز. طبعا بنعرف انه الالكالاين بي اتش تاعه دائما اكثر من الاسيد، فعشان هيك انا بقدر اعرف انه دائما الاسيد 4 الى 5 والالكالاين فوسفاتيز من 9 الى 10. تمام؟ طيب شو تاثير البي اتش؟ البي اتش ليش مثلا بسرع لي لما اروح انا لما امشي
باتجاه البي اتش الاوبتيمم بي اتش، ليش بسرع لي عمليه الفولوسيتي؟ وليش بعد ما اخلص موضوع الاوبتيمم ويبلش ينزل عندي البوليسيتي، عندي الفولوسيتي عندي بتقل الى ان تصير صفر، وبعديها بروح عند الانزيمات كله. انا بحكي لك ليش، ليش قاعد بيزيد هون؟ بيزيد بسبب انه الكاتاليتيك سايت، حكينا الكاتاليتيك سايت عباره عن ايش؟ عباره عن امينو اسيد، صح؟ امينو اسيد مترتبه ببريسيز واي، تمام؟ يعني مترتبه بدقه عاليه جدا جدا. طيب الكاتاليتيك سايت هاي، شايفين الكاتاليتيك سايت هاي، لما انا ابلش ازيد البي اتش بلش تغير الشارج تاعتها، لما تغير الشارج تاعتها بصير تحسن لي موضوع الارتباط مع السبستريت الى حد معين، الى حد معين لحتى نوصل للاوبتيمم. طيب وصلنا الاوبتيمم، بعدها بلشنا ننزل، بلش ينزل، شو بسبب؟ السبب انه بصير عندي زيادة البي اتش، بتعمل لي دي ناتشوريشن للانزيم. اذا عملت لي دي ناتشوريشن للانزيم قل عندي مقدار الكونسنتريشن تاع الانزيم، فاذا قل عندي الكونسنتريشن تاع الانزيم شو بصير؟ بيقلل لي موضوع الفيلوسيتي تاع الرياكشن. تمام تمام. هاي هون بحكي لك متى ستوب بالبي اتش، يعني متى بصير اذا البي اتش وصلت لاي مرحله بصير عندي ستوب بالباثوي. اثنين اقل او اكثر من الاوبتيمم. ايش يعني؟ يعني بنحكي مثلا انه الاوبتيمم البي اتش تاع مثلا تاع انزيم مثلا انه مثلا يساوي 7، لما نوصل 2 اقل ايش يعني 5، لما نوصل 9 في هاي الحاله 9 و5 بعدهم او هم ببلش عندي يصير دي ناتشوريشن للانزيم، فبصير عندي ستوب للانزيم كامل، تمام؟ لانه دمر هذا الانزيم بشكل كامل. تمام تمام. طيب هسه الافكت اوف برودكت كونسنتريشن. طيب احنا كان انه في تاثير للانزيم كونسنتريشن على السرعه، وفي تاثير للسبستريت كونسنتريشن على السرعه. هسه في تاثير للبرودكت كونسنتريشن على السرعه، كيف يعني؟ هسه مرات بيكون تاثيره نيجاتيف ومرات بيكون تاثيره بوزيتيف. كيف يعني؟ هسه اذا كان عندي تركيز للبرودكت قليل الباثوي عندي بتصير اسرع، في حال كان عندي تركيز للبرودكتس كثير عندي الباثوي بتبلش تسكر. ليش؟ هذا اشرح لك اياها في هاي الرسمه، في هاي الرسمه. خليني اتبع معكم على الشرح على الرسمات، راح نكون كثير مبسوطين والله انكم راح تفهموا الموضوع بشكل بسيط. طيب هذا عندي باثوي معين، هاي باثوي معين، تمام؟ بنقول لي هذا A لB، بعديها من B لC، بعديها من C لD، تمام تمام. وهذا انزيم 1، انزيم 2، انزيم 3. اتفقنا اتفقنا، ماشي الباثوي تمام، امورها تمام. بلش من عند C لD هذا الانزيم، صار في عندي ديفيشنسي. شو يعني ديفيشنسي؟ صار يعني في مشكله وبلش هذا الانزيم يقل. طيب بلش هذا الانزيم يقل، ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي نقص في السرعه، تمام؟ نقص في سرعه تحويل سي لدي. طيب سبب انه سبب صار عندي سي بطل يتحول لدي، يعني سي صار في اكوميوليشن. ايش يعني اكوميوليشن؟ يعني تراكم، يعني سي قاعد عندي بزيد. طيب انا حكيت لك شو تاثير البرودكتس، سي يعتبر برودكتس بالنسبه لبي، صح؟ لانه بي انتج لي سي، فهو سي برودكتس. طيب زاد عندي سي، تمام؟ شو بيسوي؟ ببلش مثلا هذا سي مثلا بينتج لي حراره زياده. طيب اذا انتج لي حراره زياده شو بيسوي؟ بيعمل لي دي ناتشوريشن للانزيم هذا. طيب عمل لي دي ناتشوريشن للانزيم هذا، قلل لي عدد الانزيمات هاي. طيب قلل لي عدد الانزيمات هاي شو سوى؟ بلش يصير لي اكوميوليشن لبي، صح؟ بي بلش يتراكم. طيب اذا بي بلش يتراكم مثلا، نحكي انه هذا الانزيم بس بلش يتراكم بزيد لي الاسيد مثلا، بزيد لي الاسيد يعني بقلل لي البي اتش. طيب بلش يقلل البي اتش لحتى بلش ياثر على الانزيم، يقلل سرعته، وبعديها بلش يعمل لي دي ناتشوريشن في هذا الانزيم. طيب بلش يعمل لي دي ناتشوريشن في هذا الانزيم، يعني شو سوى؟ بلش يتراكم عندي ايه، حتى بلش يتراكم ايه بلش ياثر، فحتى يصير عندي بلوك كامل لهاي الباثوي. فهمتوا معي؟ اتوقع انه فهمتوا معي والامور بتكون تمام 100%. تمام. اذا الموضوع ببساطه انه البرودكتس كل ما يزيد، كل ما يزيد عندي البرودكتس، تمام؟ كل ما يزيد عندي البرودكتس كل ما بتقل عندي سرعه الباثوي، بس بكل بساطه، تمام؟ هي عباره عن نيجاتيف فيدباك، اذا زاد عندي البرودكتس بقل عندي سرعه الفيلوسيتي تاعت اللي هي تاعت الفيلوسيتي اوف ذا رياكشن. هيو بحكي لك ات از سيد تو بي انفيرسلي بروبيشنال، تمام؟ انفيرسلي يعني تناسب عكسي تو ذا فيلوسيتي اوف ذا رياكشن، تمام؟ بكل بساطه. وانا هيك شرحت لك طبعا شرح علمي انه ليش بيصير عندي، لانه ما بياثر لي على مثلا بياثر لي على التمبرشر، بياثر لي على الاسيد، بياثر لي على عوامل كثير بتاثر على موضوع الانزيم وشغله. تمام تمام. هسه بنحكي عن افكت اوف ذا كو فاكتور
concentration, حكينا انه في عندنا الانزيم concentration بأثر, وحكينا انه substrate concentration بأثر, وحكينا برضو انه البرودكت concentration بأثر. هسا طالما انه عندي الانزيم concentration بأثر, فبرضو الكوفاكتور concentration بده يأثر. ليش؟ لان حكيت لك فوق في المحاضرة الاولى حكيت لك انه الكوفاكت في بعض الانزيمات ما بتشتغل الا بوجود كوفاكتور معين, صح؟ صح. حكيت لك مثلا الأكسيد وريدكتاز مستحيل يشتغل, مثلا ما مستحيل يصير عندي أكسيديشن بدون ما يصير عندي ريدكشن, تمام؟ طيب فإذا صار عندي مثلا الكو إنزيم اللي بيعمل الريدكشن قل, تمام, قل عندي الكو إنزيم اللي بيشتغل الريدكشن, رح يبطل في عندي أكسيديشن, فهذا برضو بده يقل موضوع الأكسيديشن, فكل الباثوي عندي بتقل, تمام؟ تمام. طيب هاي برضو فيها بلوتيا. طب ليش البلوتيا هاي ناتجة؟ انا احكي لك هسا عندي الكونسنتريشن تاع الكونسنتريشن تاع الانزيم عندي قاعد بتناسب تناسب طردي, صح صح. والكوفاكتور برضو كل ما زاد الكوفاكتور بيزيد عندي السرعة. طبعا لازم يكون لحد عدد انزيمات, يعني مثلا نحكي ان انا عندي 100 انزيم, تمام, وعندي 50 كوفاكتور, تمام, 50 كوفاكتور. طيب عدد الانزيمات اللي راح يشتغلوا من هدول الانزيمات اذا عرفت انه هذا الانزيمات ما بيشتغلوا الا بوجود الكوفاكتور راح يشتغل بس 50, صح, ما راح يشتغل في 50 هون, راح يضل معلقه. طيب انا كيف بدي ازيد السرعه؟ بزيد عدد الكوفاكتور. طيب زدته وصله 100, هسه بصير 100 ل 100, اوكي, هاي اعلى سرعه راح نوصلها اللي هي هاي فولستي ماكس. طيب بعد هيك اذا صاروا 120 الكوفاكتور بينما هذا ضله 100 الانزيم, طب هذول في 20 زياده على الفاضي, يعني هذول 20 فيش لهم انزيمات يشتغلوا عليها, فبصير في عندي حاله بلوتيا بالفولستي ماكس, بطل عندي يزيد بعديها الفولستي. اتفقنا؟ طيب اتفقنا. هسه موضوع الاكتيفيشن اوف انزيم, بدي اياك تعرف شغله انه في عندنا بعض الانزيمات هي من الاصل اكتيف, وهي اكتيف بتكون بالجسم, ولكن اذا اجى عليها بعض الميتال اللي هو بعض الايونات بصير فيها زياده في السرعه. من الامثله عليها الكلور بيأثر على السالفري أميليز. الأميليز اللي هو موجود في التم اللي إيش بيسوي؟ اللي بيكسر لي الاستراش, بيكسر لي الجلايكوسيديك بونز اللي بتكون عند البوليمر, تمام. إذا وجد عندي الكلور فيها بزيد لي سرعة, بتعمل لي اكتيفيشن لإلها. اللايبيز زي ما حكيت لك فوق بالجدول اللي هي ميتالو إنزيم, إنه الكالسيوم بيأثر على موضوع اللايبيز. اللايبيز طبعا بيأثر على موضوع الميتابوليزم تاع الليبيد, تمام. فهذا بدي اياه منكم تعرفوا انه الكالسيوم بيأثر على اللايبيز, الكلور بيأثر على السليفري اميلايز, تمام, هذا في حال وجود بعض الايونات اللي هي ان اورجانيك ايون. طيب الشيء الاهم انه في عندي شيء اسمه البرو انزيم, او في عندنا شيء اسمه الزايموجينز, تمام, الزايموجينز او شيء اسمه البرو انزيم. بكل اختصار البرو انزيم او الزايموجينز هو عباره عن انزيم بس بكون مش شغال. ليش مش شغال؟ احكي لك ليش. نحكي انه هذا مثلا عندي انزيم, نحكي انا بدي اشرح لكم كل المكثف على الرسم عشان نكون احنا اوضح وفاهمين اكثر. هذا الانزيم, تمام, بكون في عندي بيبتايدز, تمام, بكون في عندي بيبتيد شين, تمام, بكون هيك مرتبطه هون هيك مسكرالي هذا الاكتيف سايت, فبطل في عندي سبستريت ما بيقدر يجي هون, ما بيقدر يشتغل. فهذا شو بنسميه؟ بنسميه برو انزيم او بنسميه زايموجينز. لانه ليش؟ لانه اصلا مش شغال, ان اكتيف. ليش ان اكتيف؟ لانه اصلا السبستريت مش قادر يرتبط على اكتيف سايت بسبب وجود شيء مسكره, سواء كان هذا اللي مسكره بولي بيبتايدز او كان اللي مسكره هذا ايش عباره عن ميتال, يا بكون ميتال يا بكون بولي بيبتايدز, تمام. تمام, هاي بحكي لك هاي causing change of catalytic site. هاي catalytic site صار فيها change اللي هو صار في عندي polypeptide زيادة. طب شو بسوي عشان أحول هذا الزايموجين لإنزيم عادي, أو هذا البرو إنزيم لإنزيم عادي عشان يبلش يشتغل؟ بس بدي أشيل هاي. كيف بأشيلها؟ عن طريق مثلا نعمل activation زيادة, أو عن طريق مثلا أني بزيد إنزيم معين. مثلا عندي الكيمو ترابسوجين, هذا عبارة عن إنزيم. شو بسوي عشان إنه مثلاً أحوله من جين من كيمو ترابسوجين, عشان أحوله من كيمو ترابسوجين لا كيمو ترابسين, شو بسوي؟ بزيد مقدار للتريبسين. بس بكل بساطة إذا زدت مقدار للتريبسين هاي تمسك لي البولي بيبتايد الموجودة على الكيمو ترابسوجين, بتشيل لي إياها. مجرد ما شلت لي إياها بطل صار اسمه جين, صار اسمه كيمو ترابسين. بس بكل بساطة, بس هذا بدي منك تعرفه, تمام. سهل ولا مش سهل؟ رح تحكي لي سهل. مثلا عندنا التريبسين, شو البرو انزيم منه او الزايموجين منه؟ اللي هو التريبسوجين. دائما اي شيء فيه جين اخرته اعرف انه زايموجين او برو انزيم, واعرف انه ان اكتيف. ليش ان اكتيف؟ بسبب وجود بولي بيبتايد مسكر الكاتاليتيك سايت تاعته, فبطل يعمل بطل يقدر انه يعمل رياكشن تاعته. طيب في شغلتين لازم تعرفوهم ضروري 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 الكلينيكال, شغلات كلينيكال.
اللي هي موضوع all gastrointestinal tract اللي هو تعون الجي اي تي انزيم، تمام، كلياتهم بكونوا بينتجوا على شكل برو انزيم. ليش بكونوا جوا الخلايا على شكل برو انزيم؟ كيف؟ ليش؟ هنحكي انه هاي معده، تمام، هاي معده وهاي في عندي خلايا هون، تمام، هاي خلايا المعده اللي جوا. هاي الخلايا وظيفتها ايش تنتج لي؟ تنتج لي الجاستريك، صح، الجاستريك اللي هو الاتش سي ال والمواد الهاضمه، عشان بس تنزل عندي مثلا المواد البيبس، تنتج ينزل عندي البروتين، ينزل عندي الكربوهيدرات، ينزل عندي الليبيد. شو تسوي هالجاستريك؟ انها تحطم لي اياه وتقدر تعمل لي ابزوربشن له في السمول انتستين واللارج انتستين، صح صح. طيب هسه من الامثله على الانزيمات الموجوده في المعده اللي هو بيبسين، صح، من امثله على الانزيمات الموجوده في هذه الخلايا اللي هي بدها تنتشر، اللي بدها تكسر البروتينات اللي هو البيبسين. طيب تخيل انه البيبسين موجود في شكله العادي جوا الخلايا، البيبسين شو وظيفته الاساسيه؟ يكسر البروتين، صح صح. طب مش انا عندي جوا الخلايا، مش عندي جوا جواتها بروتين، مش عندي جواتها رايبوسوم؟ الرايبوسوم ليش بتكون؟ مش بتكون من بروتين؟ راح تحكي لي اه مش جوا الخلايا مش في برضه جواتها بروتينات وجواتها انزيمات، صح. طب لو اجت البيبسين وبلش يرتبط على البروتينات الموجوده جوا هالخلايا، بلش كل اياها فجر لي اياها كلياتها، تمام، بدمر لي اياها كامله. فعشان هيك بكون على شكل بيبسين جين. بيبسين جين ايش يعني؟ بيبسين جين يعني زايموجين تاع البيبسين. ايش يعني زايموجين؟ يعني ان اكتف، بكون في عنده بيلوبتايد مرتبط مربوطه على الكاتاليتيك سايت تاعت البيبسين، فبطل ان اكتف، تمام، بكون جوا الخلايا ان اكتف. بس يطلع برا الخلايا، تفرزوا الخلايا برا ويصير جوا المعده، شو بصير؟ بصير اسمه بيبسين بدون جين، تمام، بشيل عندي البوليبيبتايد تاعته، بتروح البوليبيبتايد تاعته هاي بتنشال، وبصير عندي بيبسين عادي وبلش يكل البروتينات الموجوده جوا المعده. اتفقنا؟ اتفقنا. برضه من الامثله عليهم اللي هو الكلوتينج فاكتورز اللي هو عامل التخثر، عامل التخثر بالدم بكون زايموجينز او برو انزيم، بكون مش فعال. لانه تخيل انت لو كان فعال، لو كان هذا الكلوتينج فاكتورز فعال عامل التجلط او عامل التخثر، راح يصير يعني كل الشرايين عندك راح تكون مسكره. ليش؟ لانه شغال خلص، تمام. بينما هو متى بتفعل؟ بتفعل في حال وجود جروح، في حال وجود جروح عندك شو بصير؟ بلش انه يعمل لي زايموجين، بتحول لي انه من حاله زايموجين او برو انزيم بتحول لانزيم عادي اللي هو بنسميه الكلوتينج فاكتورز او الانزيم اللي ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي كلوتينج، تمام، تجلط عشان يسكر لي الجروح. اوكي موضوع هيك اتوقع انه فهمناه، والرسم والله شرحت لكم اياه بالتفصيل. والله اذا يعني اذا هذا المكثف طلعت منه فاهم كل شيء انا حكيته، رابط كل المعلومات بغض النظر عن حفظ او لا، راح تجاوب على كل الاسئله، تمام تمام. هسه بالنسبه للانزيم انهيبيشن، في عندي اربع طرق لاعمل انهيبيشن لانزيم معين، تمام. في عندي اربع طرق، في عندي ايش اسمه الكومبيتيتيف انهيبيشن، وفي عندي إيش اسمه نون كومبيتيتيف انهيبيشن، وفي عندي إيش اسمه ان كومبيتيتيف انهيبيشن، وفي عندي إيش اسمه السايوسايد، هيو ثواني، السايوسايد انهيبيشن. هذول اربع انواع، تمام تمام. هسه بالنسبه لموضوع الكومبيتيتيف انهيبيشن هو ريفرسبل، وبالنسبه برضه للنون كومبيتيتيف انهيبيشن والان كومبيتيتيف انهيبيشن برضه ريفرسبل. الوحيد الريفرسبل فيهم اللي هو مش ريفرسبل فيهم اللي هو السايوسايد انهيبيشن. طبعا السايوسايد انهيبيشن زي موضوع الكومبيتيتيف انهيبيشن، بس بيفرق عنه انه الريفرسبل هذاك ريفرسبل. هسه راح احكي لكم عنه بالتفصيل، ركزوا معي شوي. هسه الكومبيتيتيف انهيبيشن اللي هو الريفرسبل، تمام، اللي بصير عندي انه بكون عندي انزيم عادي، تمام، هاي انزيم عادي، هاي الاكتيف سايت تاعته، تمام. الاصل انه ايش يرتبط عندي السبستريت، هذا السبستريت. شو بصير بدل ما يرتبط السبستريت بيجي عندي الانهيبيتور، هاي الانهيبيتور شو بصير؟ بصيروا الاثنين يتنافسوا على هذا المكان لانه نفس الستركشر تاعهم. طيب مين راح يرتبط؟ الالو راتشيو اكثر، اللي نسبته اكثر، كونسنتريشن تاعه اكثر كنسبه، تمام، كنسبه، يعني بجيب نسبه هذا على نسبه هذا، اللي بيطلع اكبر هو اللي راح يرتبط هون، تمام. وبرضه شيء ثاني بياثر عليهم اللي هو موضوع الافينيتي، اذا كان هذا الافينيتي تاعته اكثر فراح يرتبط بشكل اسرع، اذا كانت الافينيتي تاعته اسرع راح يرتبط بهذا الشكل اسرع، تمام تمام. طيب عشان هيك موضوع الكومبيتيتيف انهيبيشن بياثر لي على موضوع الكي ام ولا بياثر على موضوع الفيلوسيتي ماكس؟ بدي احكي لك بشكل بسيط انه كيف تعرف انه هل بياثر على الفيلوسيتي ماكس او بياثر على الكي ام لكل انواع الانهيبيشن. كيف كيف هسه احكي لك كيف. الفيلوسيتي ماكس شيء واحد بيقدر ياثر عليها اللي هو الكونسنتريشن تاع الانزيم. هسه انا لما استخدمت الكومبيتيتيف انهيبيشن، هاي لما استخدمت هاي الانهيبيشن دمر لي انزيم، خسرت انزيمات؟ لا. فاذا ايش الفيلوسيتي ماكس راح تضلها نفسها، تمام تمام. طيب هسا انا الكي ام، الكي ام هل الافينيتي تاعت الانزيم اختلفت؟
مش انا بحكي لك الكام، الكام شو هو؟ عباره عن الافينيتي. رح تحكي لي اه اختلفت، ليش اختلفت؟ لانه صار في تنافس بينهم، الافينيتي تاعته اعلى رح يرتبط بشكل اكبر، فاذا الكي ام اختلفت. شو بتسوي بالكي ام؟ بتزيد لي الكي ام. طب زادت لي الكي ام ايش يعني؟ زادت لي مقدار السبستريت عشان اوصل لايش؟ للفولستي ماكس. فصار عندي الموضوع ابطا، الفولستي عندي ابطا، فصار الفولستي ابطا ايش يعني؟ صار صار عندي انهيبيشن. فهو هذا كل موضوع الكومبيتيتيف انهيبيشن، كل موضوع بشكل بسيط. اذا ما فهمت شو حكيت انا فوق بتقدر تحفظها، بس بدي انك تحفظها. الفي ماكس بالهي بالكومبيتيتيف شو بصير؟ بضله زي ما هو، تمام. بالنون كومبيتيتيف بينزل، تمام. بالان كومبيتيتيف شو بصير؟ بيقل، تمام. هسا الكي ام عندي اياه عند الكي ام بيزيد، تمام. الكي ام بالان كومبيتيتيف بيقل، وعندي بالنون كومبيتيتيف بضل زي ما هو. هذا الجدول حفظ، تمام. بدي اياكم تركزوا بس على موضوع الدي كامرول. لو تترك هذا الجدول، لو انت مش ملحق وملحق في الماده، اترك هذا الجدول كلياته، احفظ لي هاي، تمام. احفظ لي هذا دي كامرول، هذا دي كامرول، هذا شايفه، هذا اسمه عامل التخثر اللي هو فيتامين كي ابوكسايد ريدكتيز. الفيتامين كي بنعرف انه مسؤول عن موضوع التخثر، تمام. ما بدي اشرح لكم بشكل تفصيلي، بس بدي اياك تعرف انه دي كامرول بيعمل انتيكلوجينيت عن طريق الفيتامين كي ابوكسايد ريدكتيز اللي هو اسم الانهبيتور تاعته، تمام. تمام، نيجي لموضوع النون كومبيتيتيف انهبيشن والان كومبيتيتيف انهبيشن، تمام. هسه بالنسبه لموضوع النون كومبيتيتيف انهبيتور bind to free enzyme، تمام. bind to free enzyme كيف يعني؟ النون كومبيتيتيف انه بكون عندي هاي الانزيم، ثواني، هاي بكون عندي هاي موضوع الانزيم، تمام. وهي السبستريت، بنعرف انه السبستريت بيرتبط وين؟ بالاكتف سايت. الانهبيتر تاعته وين بتكون؟ بتكون مش بالاكتف سايت، بتكون بمنطقه ثانيه. هاي مثلا هاي الانهبيتر تاعته، هذا بنسميه نون كومبيتيتيف. ليش نون كومبيتيتيف؟ لانه ما صار في كومبيتيتيف على الاكتف سايت. اتفقنا. طيب بالنسبه للان كومبيتيتيف، الان كومبيتيتيف بيفرق انه الانهبيتر بيرتبط وين؟ بدل ما يرتبط على انزيم نفسه بيرتبط على السبستريت، بيرتبط على هذا المكان، تمام. هذا هو الان كومبيتيتيف. اذا النون كومبيتيتيف بيرتبط على فري انزيم، بس ما بيرتبط وين؟ على اكتف سايت. يعني ما بيصير في كومبيتيتيف، ما بيصير في تنافس بينه وبين السبستريت. بينما الان كومبيتيتيف بيصير في انه بيرتبط الانهبيتور وين بيرتبط؟ بيرتبط على السبستريت نفسه، فبقلل لي مقدار اللي هو الفلوسيتي، مقدار فبعمل لي انهبيشن فبقلل لي مقدار الفلوسيتي. طيب هسا بنسمع موضوع ديكريز ذا في ماكس وموضوع الديكريز للكيمات. هسا حكيت لك انه موضوع النون كومبيتيتيف والان كومبيتيتيف هو عباره عن ريفرسبل، كلياتهم ريفرسبل. الكومبيتيتيف انهبيشن ريفرسبل، والنون كومبيتيتيف انهبيشن ريفرسبل، والان كومبيتيتيف انهبيشن كلياتهم ريفرسبل. واحد منهم الريفرسبل اللي هو السيوسايد انهبيشن، هو الوحيد الريفرسبل، تمام. تمام، هسا هون عشان ما اعيد الموضوع انه كيف بنأثر، بدي اياك تسال حالك سؤالين عشان تكون فاهم. انه الفلوسيتي ماكس متى بتاثر؟ بتاثر اذا تغير عدد الانزيمات. تغير عدد الانزيمات ما راح يتاثر، اذا ما تغير ما راح يتاثر، تمام. اما بينما الكي ام بياثر عليها موضوع الافينيتي، تمام. تمام، اذا بتكش كل هذا الخربطه هاي كلها، شايف هذا الجدول بكل بساطه؟ بس احفظ هذا الجدول بعينك الله، احفظ هذا الجدول، احفظكم اياه بسرعه. طيب لازم حفظته، خلاص حلينا كل موضوع الانهيبيشن، تمام. اذا عندي الفولستي ماكس والكي ام، هذا بدي اياك تركز لي على هذول الموضوعين. الكومبيتيتيف حكينا فوق انه ما بياثر لي على الفولستي، على الفولستي ماكس ما بياثر على الفي ماكس، يعني ما بياثر لي على السرعه القصوى، بينما بيزيد لي الكي ام، تمام. بالنسبه للان كومبيتيتيف بقلل لي الكي ام، تمام. بالنسبه للنون كومبيتيتيف ما بياثر لي على الكي ام، ليش؟ لانه ما بياثر على الافينيتي، تمام. بينما الفي ماكس بتاثر عندي موضوع النون كومبيتيتيف، وبتاثر عندي موضوع بالان كومبيتيتيف. ايش بسوي؟ بقلل لي مقدار الفي ماكس، لانه بياثر لي على موضوع عدد الانزيمات، فبقل عندي موضوع اللي هو الارتباط. اتفقنا؟ هاي هيك موضوع الانهيبيشن. طيب اكزامبل اوف نون كومبيتيتيف انهيبيشن انهيبيتورز، مثل عليها السيانايد والايودو اسيتات، هذول برضه تحفظهم، والبال والفلورايد، تمام. بتمنى انكم تحفظوهم هذول. البال بدي اياك تعرف انه بيسوي لي مثلا الجلايكولايسيس، الجلايكولايسيس بتنتج لي اي تي بي، صح؟ شو بسوي هو؟ الخبيث شو بسوي؟ بخلي الجلايكولايسيس تمشي، بينما ما بينتج لي اي تي بي، تمام؟ بخليها تمشي على الفاضي، تمام؟ تمام، وهي بأثر لي على الثيول جروب البال، تمام؟ احفظوهم هذول، ما راح يعني ما راح اقعد احكي لكم عنهم، لانه اصلا حفظهم، كل تاثيرهم كل موضوعهم حفظ. طيب
هون برضو نفس موضوع اللي فوق، برضو بديك تعرف انه في اشياء irreversible، مثل الامثله عليها انه لما احط لما استخدم الالكالايز وسترونج اسيد والالكحول، هذول شو بسووا اللي بيعملوا دي ناتشوريشن، فاذا عمل دي ناتشوريشن بصير تاثير تاعهم irreversible، لانه عدد الانزيمات راح يقل عندي، فالفيليستي ماكس عندي راح تقل عندي كمان، تمام؟ بينما الكي ام عندي هون ما راح تتاثر، تمام؟ تمام، لانه بغير لي برضه بالكونفورميشنال تشينج. ايش يعني كونفورميشنال تشينج؟ يعني بغير شكل الانزيم، اذا غيرت شكل الانزيم صار في عندي دي ناتشوريشن، فبتكون irreversible التغير تاعته، تمام؟ وهون برضه نفس الاشي تقراوه، هاي نفس الاشي، هذول حفظ، هاي حفظ، تمام؟ اذا ما عندك وقت، اذا انت ملحوق في المادة لا تحفظ هاي الاشياء الحفظ، ركز معي بالاشياء اللي بحكي لك عنها فهم، لانه اغلب الاسئله راح تكون فهم، يعني عدد الاسئله الحفظ اتوقع انها راح تكون ان شاء الله قليله. طيب بالنسبه للالستريك ريجوليشن، هي عبارة عن المكان اللي برتبط عليه ايش؟ المكان اللي برتبط عليه اللي هو نون كومبتيتيف انهيبيشن. قلت لك النون كومبتيتيف انهيبيشن بكون عندنا انزيم هيك، تمام؟ وهي عندنا الاكتف سايت، هاي المنطقة، وعندنا بيجي هون برتبط بهاي المنطقة. طب هاي شو اسم المنطقة اللي ارتبط عليها؟ اسمها الستريك ريجولي، اسمها الستريك سايت. الستريك سايت بيجي برتبط عليها الانهيبيتر، يا بكون عندنا تأثيره بوزيتيف، تمام؟ بنسميه بوزيتيف موديفاير، يا بكون نيجاتيف موديفاير، يا اما بكون فيش عندي اصلا الستريك سايت. طيب السيجمويد كيرف بكون اذا ما كان في عندي الستريك سايت، بينما البوزيتيف اللي هي هيك شكله بكون، تمام؟ اللي بكون عنده فولستي ماكس عالي، البوزيتيف فولستي ماكس عالي من اسمه واضح، تمام؟ بكون شكله زي هيك، تمام؟ بينما اللي هو نيجاتيف موديفاير اللي هو شو بسوي؟ بيعمل لي انهيبيتور، بكون شكله زي هيك. اما بينما بدك تعرفه انه السيجمويد كيرف اللي هو هيو سيجمويد كيرف شو ماله هذا؟ هذا بكون ما في عليه الستريك. طيب هسه الالستريك يا برتبط عليه اكتيفيتر يا برتبط عليه انهيبيتر، صح؟ صح، يعني يا برتبط عليه شيء بنشطه يا برتبط عليه شيء بثبطه. طيب اذا ارتبط عليه شيء بنشطه شو راح يصير؟ راح يزيد عندي سرعه الانزيمات، فراح يصير عندي سرعه التفاعل. طيب اذا ارتبط عليه شيء مثبطه راح يقل عندي سرعه الانزيم، فراح يقل عندي سرعه التفاعل كامل. هذا كل موضوع التاثير تاعه، تمام؟ هيو ماشي. تأثير تاعه يا بكون عن طريق الفي ماكس، انه بزيد الفي ماكس او بقلل الفي ماكس، يا بكون عن طريق انه بغير الافينيتي تاعته، انه مثلا اذا زاد الافينيتي بكون بقلل الكي ام تاعت الانزيم معين، او بزيد لي الكي ام تاعت الانزيم معين. طيب انا اذا زدت الافينيتي يعني قللت الكي ام، صح؟ انا شو بكون استخدمت هيك؟ زدت الافينيتي يعني بدي اكون عملت اكتيفيتر، يعني بكون ارتبط على الاستريك سايت ايش؟ اكتيفيتر، تمام؟ اللي هو بوزيتيف موديفاير. طيب بينما اذا زاد عندي الكي ام قل عندي الافينيتي، فشو بكون ارتبط عندي هون؟ بكون في هاي الحاله ارتبط عندي انهيبيتور على الاستريك سايت. اتفقنا. هسه بدي اياك تعرف شغله بالكوفالنت موديفيكيشن، انها ريفرسبل الا في بعض الحالات بتكون ريفرسبل رياكشن. ايش يعني الكوفالنت؟ مجرد ما الانزيم مسك السبستريت وعمل كوفالنت بوند، صعب جدا انها تفك هاي الكوفالنت بوند، تمام؟ فعشان هيك بتكون irreversible، خلص اذا هذا صار الانزيم هذا كله ياته خسرنا، تمام. الا في بعض الحالات يمكن يصير في عندنا reversible ويرجع لوضعه الطبيعي. هذا اللي بدي اياكم تعرفوا. موضوع هذا كلياته موضوع اللايكوجين والانسولين والبروتين فوسفاتيز وكاينيز وهذا كلياته راح نحكي عنه في المحاضرات الجاي، تمام؟ اللي هي integration of metabolism، محاضره رقم 10 راح نحكي عنه بشكل تفصيلي. ما في داعي تركزوا عليه هون ابدا، ها اشطبطوا لي عليه لانه راح نعيده بشكل كبير، تمام؟ طيب بالنسبه للسايوسايد انهيبيشن، السايوسايد انهيبيشن نفس موضوع الكومبتيتيف انهيبيشن بكل بساطه. يعني لاحظوا اني مجنب اني اقرا لكم، بدي اشرح لكم بشكل سريع بحيث انكم تفهموا الموضوع، يعني هيك بلغه عاميه. طيب بيجي عند الانزيم هيو، تمام؟ وهي الاكتف سايت وهي السبستريت هيو هون. الاصل انه يجي عندي السبستريت ويرتبط عندي بالاكتف سايت ويصير عندي الاكشن تاعه. طيب اللي بصير عندي حكينا بالكومبتيتيف انهيبيشن، انه بيجي عندي انهيبيتور هيو، بصير هذول الاثنين يتنافسوا على الاكتف سايت، صح. الفرق بينه وبين الفرق بين السايوسايد انهيبيشن والكومبتيتيف انهيبيشن، انه هذا شايف الانهيبيتور، هذا شايفه اذا ارتبط على الاكتف سايت هون بيعمل كوفالنت بوند. طب اذا عمل كوفالنت بوند ايش يعني؟ يعني مستحيل تتكسر، يعني هذا الانزيم كلياته خسرناه، فهي ايش؟ ريفرسبل، تمام؟ ريفرسبل. بينما الكومبتيتيف انهيبيشن ما بيعمل لي كوفالنت بوند، فاذا ارتبط شو ماله؟ بقدر يفك، فبصير ريفرسبل، يعني بقدر ارجع الانزيم الى حالته الطبيعيه. بيعتمد هذا على مقدار الافينيتي، وبرضه بيعتمد على مقدار الراتشيو تاع الكونسنتريشن تاع الانزيم والسبستريت.
تمام؟ أتوقع أنكم تمام. فهذا هو موضوع السيوسايد. السيوسايد أصلاً من اسمه انتحار، يعني الإنزيم عندي منتحر، شو بسوي؟ بمسك الإنهيبيتور بضمه. إيش يعني بضمه؟ يعني بعمل كوفالنت بوند، فبصير إيريفيرسبل، فالإنزيم كلها تخسرنا، يعني زي كما صار له دي ناتشوريشن. تمام؟ تمام تمام. نبلش موضوع الأيزوزايم اللي هي آخر موضوع في موضوع الإنزيمات كامل، موضوع الأيزوزايم أو الأيزو إنزيم. طبعا الأيزوزايم نفس موضوع الأيزو إنزيم، تمام؟ هم عبارة عن فيزيكالي ديستنت. إيش يعني فيزيكالي ديستنت؟ يعني في بينهم اختلافات، في بينهم اختلافات في أشياء. يعني كيف أحكي لك؟ مثلا نحكي إنه إحنا عنا أربع ثواني، خليني أغير لكم لونهم، أربع شباب، هاي أربع شباب، واحد أزرق، واحد نهدي، تمام، واحد زهري مثلا، تمام، واحد نحكي أخضر. هدول الأربعة بيشتغلوا على إنهم إيش يسووا مثلا؟ بيشتغلوا كلياتهم شفرية تكاسي مثلا، نحكي هدول الأربعة بيشتغلوا شفرية تكاسي. طيب شو الفروقات بينهم؟ فيزيكالي، كيف يعني فيزيكالي؟ لاحظ إن هذا طويل مثلا، هذا ناصح مثلا، هذا مثلا بيحب الشوب، هذا بيحب البرد مثلا، نحكي هيك، تمام، بيختلفوا. ولكن الوظيفة تاعتهم، الوظيفة تاعتهم شو واحدة؟ إيش هي الوظيفة اللي تاعتهم؟ شفرية تكاسي. طيب شو البرودكت تاعتهم؟ إنه وصلوا الناس. طيب شو السبستريت تاعتهم؟ شو المادة اللي بيشتغلوا عليها؟ هي السيارة. اثنين كلهم بيشتغلوا على السيارة، وكلياتهم بينتجلوا لي انهم وصلوا ناس، بغض النظر انه مثلا هذا في بيختلف عنه مثلا انه طويل، هذا قصير، هذا لابس اخضر، هذا لابس زهري، هذا لابس اخضر، تمام؟ هذا هو موضوعهم. طيب كل واحد منهم جاي من مكان، اللي هو فيريس تيشوز، جاي من مكان، هذا مثلا جاي من جبل الحسين، هذا جاي مثلا من الصوفية، هذا جاي من الزرقاء، هذا جاي من لندن، تمام؟ كل واحد منهم جاي من مكان، فعشان هيك بيجوا من اماكن مختلفة، فيريس تيشوز. فهذا هو موضوع الايزونزايم بكل اختصار، تمام؟ إذا بيأدوا نفس الوظيفة، تمام؟ بيشتغلوا نفس الشغل، ولكن في بينهم اختلافات كيميائية، مولوكيولر، المالتيبل مولوكيولر فورز بيكون إلهم، تمام؟ تمام. هسا إذا كان عندنا ديفرنت جينز، يعني مثلا إحنا بنعرف إنه الإنزيم عبارة عن بروتينات، البروتينات عندنا من إيش بتكون ناتجة؟ بيكون عندنا دي إن إيه، صار إر إن إيه عن طريق الترانسبشن، بعدها الإر إن إيه بصير بروتين عن طريق الترانزليشن، صح؟ رح ناخذ هذا الموضوع بالجينيتكس، بس هذا كيف بنتج عن البروتين؟ عن طريق الإر إن إيه، بصير له إيش؟ بيصير له ترانسليشن، فبنتج عندي بروتين. ناتج عندي بروتين، البروتين هذا ناتج عن طريق ايش؟ عن جين. حكيت لك الجين اللي هو الدي ان اي. اذا اختلف من مكان الجينز، يعني اذا كان هذا انزيم طبق نتج من جين معين، بعدين هذا الانزيم نتج من جين ثاني، وهذا الانزيم نتج من جين ثالث، كلياتهم بنسميهم ترو ايزو. ترو ايزو ليش ترو ايزو؟ لانه كل واحد نتج من مكان اخر، فكل واحد راح يكون له مولكيولر فورم ثاني، ولكن الوظيفه تاعتهم نفسها، تمام تمام. هسا من امثله على اللاكتيك دي هيدروجينيز، هذا ال دي اتش، هو عباره عن خمس انواع، تمام، خمس انواع، خمس اشكال له. الخمس اشكال له هذول بيكونوا موجودات في كل جسم، يعني انا في خمسه، انت في خمسه بتسمع الفيديو في خمسه، تمام، كلياتنا فينا الخمسه، مستحيل تلاقي واحد في مثلا بس الاربع انواع، لا كلياتهم في خمس اشكال. الخمس اشكال هذول اسمهم ايزوزايم للايش؟ لللاكتيك دي هيدروجينيز. طيب في شيء اسمه برضه الالوزايم او اللي هي من الاليلات، تمام، هذول ايش بتميزوا؟ من الامثله عليه الجلوكوز 6 فوسفاتيز، تمام، لا الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، هذا الانزيم، عفوا هذا هو الانزيم. هذا بميزه انه له 400 شكل، طبعا بكل انسان منا بس له شكل واحد، يعني انت مثلا انا في شكل من ال 400 في لي شكل واحد، تمام، انت فيك شكل ثاني من ال 400 هذول، تمام، بيعتمد على ايش؟ على الاليل، الاليل اللي هو احد اشكال الجين، تذكروا هذا الموضوع بالتوجيهي، تمام، ورح ناخذ ان شاء الله موضوع الجينيتك بشكل اكبر. فبس هذا منك تعرف انه 400 شكل بكون كل انسان منا في واحد، بينما ال دي اتش مثلا اللاكتيك دي هيدروجينيز في خمس اشكال، الخمس اشكال بكون موجودات في كل جسم، تمام. هذا الموضوع بايش بيساعدنا؟ الايزوزايم بيساعدنا بموضوع الديجنوزز لبعض الامراض، لبعض الديسيز، هسه رح نحكي عنهم تحت. طيب كيف اعمل ايدنتيفيكيشن للانزيم هذول؟ كيف؟ يا عن طريق اللوكاليزيشن. ايش يعني اللوكاليزيشن؟ انه هاي من اي نسيج موجوده. طب مثلا عندنا اتش 4 والام 4، الام 4 موجود بالسكيلتال ماسلز، الاتش 4 موجود عندنا بالهارت، من اسمه اتش هارت الام ماسلز. طيب الكتروفوريسز، الكتروفوريسز الدكتور ما تطرق لها بشكل كبير، اللي هي موضوع الفصل الكهربائي الهلامي للماده الوراثيه. تذكروا انه كيف كنا نعمل؟ بكون في عندنا هيك، بكون مثلا عندنا هذا الانزيم مثلا، احنا عارفين انه ترتيب الدي ان اي تاعته مثلا بكون هيك هيك هيك،
بصير نعمل لبعض الانزيمات فصل كهربائي هلامي اللي هو الكتروفوريسيس، بصير عندنا زي هيك هيك هيك، بشوف اكثر واحد فيهم تشابه بكون معطيني ايزو انزيم، تمام؟ فعشان بقدر اميز انتيفيكيشن اوف ايزو انزيم عن طريق الكتروفوريسيس. طيب عن طريق الهيت ستابيليتي، كل ما كان عندنا هيت ستابيليتي انه بيشبهوا بعض، تمام، فبقدر نعرف انه هدول ايزو انزيم. عن طريق الاستجابه لانهبيتور معين، عن طريق الكي ام زي الجلايكوكينيز الهكسوكينيز، بنعرف انه مثلا الجلايكوكينيز الكي ام تاعته عاليه بينما الهكسوكينيز الكي ام تاعته واطيه. الكو فاكتور الناد بي بلس والناد بي اتش عن طريق مكان وجودهم، الناد بلس وين موجود؟ موجود بالميتوكوندريا، الناد بي بلس موجود بالسيتوسول. عن طريق الانتي بودي زي الكرياتين كاينيز، ايش الانتي بودي؟ يعني زي الاجسام المضاده مثلا بتهجم لي على انزيم معين، هاي الاجسام المضاده بتدمر لي اياه، فاذا حطيت انتي بودي وهجمت لي على انزيم معين بعرف انه هذا ايزو انزيم معين. تمام تمام، هاي بحكي لك الانزيمولوجي، تمام، اللي هو دراسه علم الايزوزايم والايزو انزيم، مهمه جدا في عمليه الديجنوزز لبعض الديسيز، تمام، لبعض الامراض. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب طب كيف انا بدي اكتب؟ انت يعني بتحكي لي شو الرابط، شو الرابط انه ايزو انزيم وامراض، شو الرابط اللي بدي احكي لك اياه كالاتي؟ كيف بدي اعرف انه عندنا نيكروسز في الجسم؟ ايش يعني نيكروسز؟ يعني في عندي سيل انجري او في عندي وير اند تير في الخلايا. الخلايا نعرف انه فيها انزيمات، صح؟ هاي الانزيمات طلعت لبرا، وين تطلع؟ تطلع على البلد، هي تطلع على البلد، صح؟ طلعت على البلد. لاحظ هون تركيز تركيز عندي المواد اللي هي تركيز تركيز الانزيمات هون، لاحظ انه عادي أربعة مثلا، نحكي هون أربعة، تمام، تركيز الانزيمات عندي هون أربعة، بينما هون تركيز الانزيمات مثلا نحكي انه هون 10. طيب هون طلع كيف فرق انه أربعة هون 10؟ شو الفرق هون؟ هون عندي خلايا ميتة. شو يعني الخلايا ميتة؟ الخلايا ماتت فانفجرت، انفجرت شو سوى؟ طلعت الانزيمات. وين طلعت الانزيمات؟ على البلد. فمنها بعرف انه ايش عندي؟ عندي مشكلة. طيب كيف بعرف وين احدد موضوع المشكلة بالضبط؟ بس اعرف نوع الايزو انزيم. مثلا اذا لقيت اتش 4 راح اعرف انه في عندي مشكله بالقلب، اذا لقيت مثلا ام 4 راح اعرف انه في عندي مشكله بالمسلز، مثلا يكون عندي ماسكولار ديستروفي، مثلا اتش 4 بكون عندنا مايوكاردال انفراكشن او اسكيميك ابوسايد، تمام، اللي راح نحكي عنه ان شاء الله هسه لتحت. تمام تمام، اتوقع الموضوع سهل، لانه النكروزز عندنا بصير انفجار في الخلايا، فاذا انفجرت الخلايا بتطلع الانزيمات فيها على البلد، فبزيد عندي تركيز الانزيمات في البلد، اذا صار عندي تركيز الانزيمات في البلد بعرف انه ايش عندي مرض. طب كيف بعرف شو هو نوع المرض بالضبط او وين صاير؟ بعرف عن طريق نوع الايزونزايم الموجودات. تمام تمام، هسه في عندنا ايش اسمه بايو ماركر. البايو ماركر ايش مالها؟ بنقدر نستخدمها ديجنوزز. ديجنوزز ايش البايو ماركر؟ هي عباره عن لاب تيست. اللاب تيست شو بتسوي؟ بتقيس لي موضوع الديسفانكشن. ايش يعني ديسفانكشن؟ يعني عدم الاستجابه للوظيفه بشكل صحيح. يعني مثلا اذا كان عندنا مشكله في القلب بتبين لي عن طريق فحص الدم او عن طريق فحص الانزيمات او تركيز الانزيمات، بقدر اعرف عن طريق البايو ماركر انه في عندي مثلا مايوكارديال انفراكشن او مثلا نوبه قلبيه. تمام طيب، هسه انا اذا عندي مشكله في القلب، هي القلب، تمام، بكون بطلع على الكرياتين كاينيز، تمام، بطلع على موضوع الميوغلوبين، بطلع على الكارديك تروبينينز، تمام، الكارديك تروبينينز والميوغلوبين والكرياتين كاينيز اللي هو النوع الثاني اللي هو بنسميه ام بي، تمام، الام بي. في حال كان عندي زياده هاد وزياده هاد وزياده هاد، على طول بعرف انه في عندي مايوكارديال انفراكشن او مايوكارديال اسكيميك. تمام، هذا طبعا كيف بعرفه؟ عن طريق البايو ماركر. تمام تمام، طيب هسه عندي الكرياتين كاينيز زايد، تمام، الكرياتين كاينيز بميزه، بدي اياك تعرف شغله، انه الكارديك فيلير والهيمولايسيس اللي هي تاكل خلايا دم الحمراء الار بي سي عندي ببلش تموت لحالها، ما له علاقه بالكرياتين كاينيز، ما له علاقه ابدا بالكرياتين كاينيز. هاي المهمه جدا 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 جدا، هاي الشغله مهمه جدا، موضوع الكرياتين كاينيز ما بتاثر موضوع الكارديك فيلير، ما بتاثر موضوع الهيمولايسيس. تمام، هسه بالنسبه للمساحه الحمراء تاعت الكرياتين كاينيز، احنا بنعرف انه مثلا عندنا بيك، صح، البيك تاع الهرم، هاي البيك بصير بعد نحكي من 18 ساعة ل 24 ساعة، الديوريشن تاعتها بتكون تقريبا من 36 ساعة ل 72 ساعة، البداية تاعتها بتكون من 3 إلى 4 ساعات. طبعا هاي الأرقام مش حفظ، ولكن يعني بفضلكم تعرفوها، تمام، بس مش حفظ. المساحة الحمراء هاي شايفينها اللي تحت هذا الكيرف تمثل قديش الجلطة كبيرة، تمثل قديش النوبة القلبية طولت. تمام تمام، طيب في حال أنا عرفت هذا من بايو ماركر، طبعا هذا بنتج عن بايو ماركر، إنه عملت لاب تيست وعرفت من خلال الأرقام، قدرت أرسم هذا الكيرف. طيب لو جيت أنا بعد أيام برضو لقيت إنه في عندي كمان مرة ارتفع، شو هو اللي بحكي؟ أنا بحكي عن الكرياتين كاينيز، زاد عندي الكرياتين كاينيز، بعرف في هاي الحالة إنه صار في عندي جلطة ثانية. تمام تمام،
طيب هاي موضوع الهارت اتاك والكرياتين كايناز. تمام الكرياتين كايناز نوع ام بي، طبعا احنا في عندنا الكرياتين كايناز في نوع ام ام وفي عندنا نوع بي بي. البي بي هاد موجود بالبرين، الام ام هاد موجود في المسلز، الام بي هاد موجود في الهارت، فاحنا بلزمنا الام بي اللي هو موجود في الهارت، الام ام ما بلزمني والبي بي ما بلزمني، انا بس بدي اطلع على موضوع الهارت اتاك، الهارت اتاك هو بيصير في القلب، فانا بتطلع على الانزيم الموجود في القلب وين؟ اللي هو الام بي، تمام؟ فاذا صار في عندي زياده بعرف انه في عندي مايوكارديال انفراكشن، تمام؟ الاي سي جي طبعا الاي سي جي اللي هو فحص مخطط القلب، تخطيط القلب اللي هو هيك بيكون شكله، تمام؟ اللي بس يصير عندك خط مستقيم نعرف انه الزلمه مات، تمام؟ او عن طريق اللاب تيست، اللاب تيست اللي هو بايو ماركر اللي هو عن طريق بتطلع على تركيز الكرياتين كاينيز اللي هو نوع ام بي، تمام؟ تمام. طيب هسه بدي اياك تعرف على انه الكرياتين كاينيز دايمر، هو عباره عن دايمر. ايش يعني دايمر؟ يعني بيتكون من تو مير. شو يعني تو مير؟ يعني زي كيف احكي لك، زي طوبتين، بتكون من طوبتين الكتله تاعته 40 كد، تمام 40 كد، هذا يعني معلومات بسيطه. طيب هسه بالنسبه للاكتيفيتي تاعته، مش انا حكيت لك انه في عندي الكرياتين كاينيز له 5 ايزوزايم اللي هو ام ام والام بي والبي بي، هذا موجود بالبرين، هذا موجود بالهارت، وهذا موجود في المسلز. هذا الاكتيفيتي تاعته 80%، هذا الاكتيفيتي تاعته 5%، هذا الاكتيفيتي تاعته 1%. ارقام حفظ مفروض تحفظوها، بس اذا ما عندكش وقت برضه ما تحفظها، يعني ما اتوقع تيجي عليها سؤال، تمام؟ بس بدي اياك تعرف انه احنا لما نطلع على الهارت اتاك وين بنطلع؟ بنطلع على الكرياتين كاينيز اللي هو تاع الام بي. في حال كان زياده عندي اعرف انه عندنا مايوكارديال انفراكشن. طيب بالنسبه لللاكتيك دي هيدروجينيز بيأشر لي انه عندي هيمولايسز او عندي اكسرسايز، بزيد عندي في الهيمولايسز بزيد عندي في الاكسرسايز. ليش؟ لانه اصلا ال دي اش اللاكتيك دي هيدروجينيز، اللاكتيك دي هيدروجين شو وظيفته الاساسيه؟ راح تحكي لي وظيفته الاساسيه انه يحول البايروفيت للاكتيت، صح؟ طب وين انا بتحول عندي البايروفيت للاكتيت؟ في حاله الانايروبيك. الانايروبيك وين بيصير؟ في الاكسرسايز في المسلز، وبصير في عندي في حاله الهيمولايسز وين؟ في حاله الريد بلاد سيلز. فعشان هيك في حال صار عندي مشكله في الاكس في المسلز او صار عندي مشكله في الريد بلاد سيل راح الاحظ ان ال دي اتش عندي زايد، تمام؟ تمام. عشان هيك ما بيحكي لكم معلومه انه ال دي اتش از 100 تايم يعني 100 ضعف بالار بي سي عن مقدار موجوده في البلازما، تمام؟ تمام تمام. نيجي لاخر صفحه وان شاء الله امورنا تكون تمام وموضوعنا يكون بسيط. هسه ال دي اتش انهارت اتاك، تمام؟ بصير في عندنا ال دي اتش حكيت لك له خمس انواع، صح؟ الخمس انواع تعونه هيو. ال دي اتش هو عباره عن فور سب يونتس، حكينا هناك الكرياتين كاينيز تو سب يونت اللي هو دايمر بنسميه. الكرياتين كاينيز حكينا كتلته 40 كد، بينما ال دي اتش اللي هو لاكتيك دي هيدروجينيز كتلته 32 كد، تمام؟ تمام. هسه هذا ال دي اتش اللي هو لاكتيك دي هيدروجينيز له اربع اشكال اللي هو اربع ايزوزايم. حكينا الاربع اشكال هذول موجودات وين؟ موجودات في كل جسم منا، يعني انا موجود في هذول اربعه، هذول الخمسه، وانت موجود فيك هذول الخمسه، تمام؟ عندنا ال اتش 4 موجود في القلب والدم، ولكن موجوده في القلب اكثر لانه اتش هارت، تمام؟ ال اتش 3 ام موجود في القلب اكثر ما هو موجود في الدم، هون معكوس، موجود في الدم اكثر ما هو موجود في القلب، تمام؟ هون معكوس. ال H2M2 موجود في اللنجز، ال HM3 موجود في all tissues، ال M4 موجود في المسلز اند ليفر. فعشان هيك انا طلع كيف بكل بساطه بطلع على اللاب تيست او البايو ماركر، اذا لاحظت انه مثلا ال M4 عندي مرتفع الباقي كلياتهم عاديات بعرف انه في عندي مشكله في المسلز، مثلا عندي مسكولار ديستروفي. طيب اذا طلعت مثلا ولقيت عندي ال H2M2 عندي يا مرتفع بعرف انه في عندي مشكله في اللنجز، عندي مشكله في التنفس. طيب اذا طلعت على اتش ام 3 لقيت انه في عندي مشكله فيه، بعرف انه في عندي نيكروسز في بعض في الخلايا، يمكن يكون عندي سرطان كانسر، تمام؟ من هاي الشغلات كثير مهمه بنقدر نعرف منها كل شيء، فالموضوع جد مهم زيمولوجي، تمام؟ تمام. هاي بيحكي لك مثلا ال دي اتش يدل على زياده عندي لوكيمياز، تمام؟ اللي هو سرطان الدم، الكانسر. طب كيف لوكيميا؟ حكيت لك اذا صار لوكيميا، لوكيميا شو هو؟ سرطان الدم. طب سرطان الدم شو يعني؟ بصير عندي خلايا الدم تتفجر او تموت، فبصير عندي هيمولايسز. حكينا انه ال دي اتش اللي هو اللاكتيك دي هيدروجينيز موجود في الخلايا 100 تايم، هي هاي حكينا موجود جوا الخلايا الريد بلاد سيلز اكثر ب 100 مره من الخلايا العاديه، فاذا انفجرت عند الخلايا الحمراء وفي عندها فيها ال دي اتش، هذا ال دي اتش راح يطلع على البلازما. طيب اذا فحصنا هذه البلازما ولقينا ال دي اتش مرتفع، ايش راح يكون؟ راح يكون عندي لوكيمياز بسبب انه الخلايا الحمراء عندي قاعد بتموت، تمام؟ وهو نسبة الكانسر، الماسكولار ديستروفي، الهيمولوتيك والنيكروسيس اللي هو موت الخلايا سواء كان عندي في الاول تيشوز، تمام؟ بعض الليفر ديسيز، بعض امراض الكبد بقدر اصنفها عن طريق ارتفاع هدول،
تمام، اللي هو الانين امينو ترانسفيراز، الالكالين فوسفاتيز، النيوكليوتيد فوسفاتيز، الجاما جلوتاميل ترانسفيراز. تمام تمام. اذا ارتفعوا هدول الانزيمات بعرف انه في عندي مشكله في الليفر. حكينا اذا ارتفعوا التروبينينز والمايجلوبينز والكرياتين كايناز ام بي، تمام، بعرف انه في عندي مشكله في القلب. تمام تمام. طيب هسه في عندنا بعض العلاجات مثلا البيبسين والتريبسين. البيبسين والتريبسين مو موجودات اصلا في الجهاز الهضمي، فايش بيعالجوا؟ بيعالجوا الجي اي تي. طيب الاسبرجينز، تمام، هاي عباره عن فارما، تمام، انتي كانسر، بيعالج للكانسر. تمام. بالنسبه لليوريكاينيز او الستريبتوكاينيز بيعمل لي انتي كلوتينج. ايش اللي هو انتي كلوتينج؟ اللي هو مضاد للتخثر. تمام. يعني زي موضوع الاسبرين، زي الاسبرين بيشتغلوا، تمام، او بيشتغل زي الديكامرول. الديكامرول اللي حكيت لك عنه بجدول وين الموجود بالكومبيتيتيف انهيبيشن، هيو بالكومبيتيتيف انهيبيشن حكينا. ثواني الجدول حكيت لكم عنه حفظ، قلت لكم ركزوا لي على الديكامرول، هيو الديكامرول حكيت لكم ركزوا لي عليه عن طريق الفيتامين كي فيتامين كي ابوكسايد ريدكتيز. تمام تمام. طيب اخر شيء بدي اياكم تعرفوه، في عندنا إيش اسمه الأنولوز والألدولوز. طبعاً هذول موجودات وين؟ بالجلايكوليسز. فعشان هيك هم جلايكوتيك وهذا جلايكوتيك، تمام، اثنين بيكونوا بالجلايكوليسز. تمام تمام. هذا موجود بالنيرون وهذا موجود بالمسلز. هذا الجدول حفظ ما بقدر أساعدكم فيه يعني. طيب هذا النيرون إذا كان عندي بالمسلز، تمام، إذا ارتفع عندي الألدولوز بعرف إنه في عندي مشكلة بالمسلز. طب شو مشاكل المسلز؟ يا عندي بيكون عندي مسكل ديستروفي، يا عندي بيكون هذا المرض، يا بيكون عندي هذا المرض، يا بيكون عندي هذا المرض. طيب في حال كان عندي الانولوز مرتفع، فبلاحظ إنه في عندي كانسر نيرو بلاستوما، لنج كانسر، الماديولار، لاحظ إنه كلياتهم من نيرون. ليش؟ لأنه نيرون سبيسيفيك. فإذا اختصار هذا الجدول، إذا لاحظت إنه في عندك مشكلة في النيرون، اعرف إنه إذا شفت عندك ارتفاع في الانولوز، اعرف إنه عندك مشكلة في النيرون سيستم، سواء كانت كانسر، سواء كانت نيرو بلاستوما، سواء كانت لنج كانسر، سواء كانت ميديولار. تمام. طيب في حال كان عندي ارتفاع في الألدولوز، شو بكون عندي مشكله في المسلز، سواء كانت ماسكولار ديستروفي، سواء كانت سكلورا، تمام، او كان اي نوع من انواع الامراض او الجريفياس. تمام تمام. هذا كل موضوعهم بشكل بسيط. يعني هي اغلب هاي المحاضره حفظ بحث، فلازم تحفظوا وتغلبوا حالكم، بعينكم الله يحفظوا هاي المحاضره من 3 صفحات هذول، بغض النظر مش ضروري ترجعوا للسلايدات الاساسيه، احفظوا من هون الامور بتكون تمام 100%. طيب هسه بالنسبه للايموبلايزد انزايم، الايموبلايزد انزايم انه الانزايم بطل قادر انه يتحرك. طيب احنا بنعرف انه البروتين ماله بولر، فايش بولر؟ يعني يعني بيكون موجود في المي بشكل عادي. تمام. اللي بصير عندي انه بيجي عندي بعض المواد زي السليلوز ستريبس او البلاستيك بيدز، شو بسوي؟ برتبط لي بالانزيم هاد، فبخليها نم بولر. فايش بخليها؟ بخليها نم بولر. هي كانت بولر فصارت نم بولر، فتبطل عندي تنتقل في البلازما. تمام. فبصير عندي مشكله هون امبولايزد انزايم. طبعا هاي مرات بتكون مشكله، فباغلب الحالات احنا بنقدر نستخدمها كحالات الفحص. تمام. بقدر اني مثلا اليوريز اثبته في الجسم واعرف قديش كميته. تمام. فعشان هيك الامبولايز بتاعت الانزايم هاي خاصيه مهمه جدا عشان اقدر اعالج بعض المشاكل. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا جدا، اتمنى انكم استفدتوا جدا. المحاضره طويله، تمام، بس هيك كل موضوع الانزيمات سكرناه من اوله لاخرته. تمام. اذا فهمت هاي المحاضره حقيقه وصدقا صدقا بغض النظر رجعت على السلايدات او لا راح يكون امورك تمام. طبعا هي اصلا مخصص الموضوع لواحد دارس. تمام. مخصص الموضوع لواحد دارس. اذا انت مش دارس، تمام، راح تكون انت هيك فهمت الموضوع، بتقدر تقدم امتحان بتقدر تنجح. ولكن اذا انت دارس فعليا فعليا، اذا حضرت السبت هذا حضرت المحاضرات هاي السبت او حضرتها اليوم مثلا بعد كل ما تحضر بعد ما كل ما تخلص دراسه المحاضره المطلوب منك على البرنامج اللي نزلناه، راح يكون امورك 100%. تمام. واي سؤال عندكم اياه تقدر تسالوني عنه على التيمز. تمام. لانه الماسنجر انا فعليا حاليا مسكر عندي. تمام. اسالوني اياه على التيمز اللي هو اسيد السيد. يعطيكم الف عافيه، نلتقي ان شاء الله في المحاضره الثانيه المكثف غدا ان شاء الله.